الو، الو، السلام عليكم. اهلا ملكه، لاباس عليك؟ انا اختي سناء، كده لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. مرحبا. الله يبارك فيك، تحياتي ليك والطاقم وجميع المستمعين. بارك الله فيك، شكرا لك بزاف يا ملكه. مرحبا. نعطيك واحد الكراتان بالخليع. يلا واخا. عندنا نص كيلو ديال البطاطا مسلوقه وكنعسوها مزيان بشي فورشيط، وكنخلط معها واحد المعلقه ديال النشا، شويه ديال الفورماج موتزاريلا، واحد المعلقه كبيره ديال الربيع، شويه ديال البزار، وجوج صفر ديال البيض. وعندنا ثلاثه ديال الخلي كنطحنو شويه في الطحانه، وكنزيد عليه واحد بصله كبيره مشحره. وعندي شويه ديال الصلصه ديال المطيشه، وعندي سته البيضات مطربين مع اما كاس ديال البيشاميل ولا كاس ديال القشده الطريه. عندي شويه ديال الفرماج يكون محكوك. الطريقه تناخد واحد المول كندهنو بشويه ديال الزبده، وكناخد ديك البطاطا كنشكل منها كواري. في كل كره كندير وسط منها واحد المعلقه كبيره ديال الخلي، وكنحاول نجمعها كنلولبها، وكنشطفهم في المول، وكنخوي عليهم ديك الصلصه ديال المطيشه، وكنزين من الفوق بشويه ديال الفرماج، وكنخوي عليهم داك الخليط ديال البيض مخلط مع البيشاميل ولا القشده الطاريه. ايوا الفران بصحه وراحه راه كيجي رائع. ايوا المذاق ديال الخليه غادي يعطي الكراتان يعني ذوق مختلف. ايوا.